لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في بداية السهرة الرمضانية ونتمنى لكم أعزائي الصائمين صوما مقبولا وذنبا مغفورا. موضوعنا في هذه الليلة هو المنظور الشرعي للاستخلاف وعمارة الأرض، هذا هو الموضوع العام الذي سنتناوله الليلة في هذه السهرة الرمضانية. أما في الجانب الطبي فسنتناول أعزائي الصائمين أمراض النساء. يسرنا أن يكون معنا ضيوفا أكارم في هذه السهرة الرمضانية وهم السادة فضيلة العلامة محمد فاضل المحمد الأمين عضو هيئة العلماء الموريتانيين، مرحبا بكم شيخنا الفاضل. يسرنا كذلك أن نستضيف البروفيسور عبدي أحمد بناهي رئيس الجمعية الموريتانية لأطباء النساء والتوليد، مرحبا بكم. شكرا. مرحبا أستاذ. كما أرحب بكم أيها السادة الصائمون في مستهل هذه السهرة الرمضانية. نبدأ بهذا التقرير الذي يؤطل لموضوع حلقة الليلة ثم نعود بحول الله تعالى لنبدأ النقاش. ترد كلمة خليفة في الاستعمال القرآني بالمفهوم الحياتي البنائي الشامل، فمهمة الإنسان عمارة الأرض ولهذا خلق. قال الله تبارك وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والخلافة لا تكون إلا حين يكون هذا الكائن يخلف بعضه بعضا في عبادة تقوم على تلك الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والخلافة والاستعمار في الأرض تجعل الكشف والبناء والعلم والاختراع لخدمة الإنسانية مهمة ربانية وليست أمرا هامشيا أو ثانويا. وليست الخلافة المستمدة من قول الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، مهمة سياسية فحسب، بل هي تكليف معرفي وإنساني واسع. إن هذه الخلافة تتطلب تنفيذ مراد الله في إقامة الحياة على الأرض، إذ من معاني الاستخلاف التكليف بتنفيذ الأوامر التي تصب في تعمير الأرض وتحقيق عبودية الله عز وجل. والاستخلاف في هذا المقام هو استخلاف تشريفي للخليفة. فما هي دلالات المفهوم القرآني للاستخلاف؟ وما السبيل إلى تحقيق مفهوم الاستخلاف في جميع مناحي الحياة؟ شكرا للزميل باب أحمد سالم. أرحب بكم ضيوفنا الأكارم مجددا في مستهل هذه السهرة الرمضانية. شيخنا الفاضل، انطلاقا من مبدأ الاستخلاف، ما هو مفهوم عمارة الأرض؟ وهل صحيح أنها جمع بين ما هو مادي وأخلاقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يحتاج المتكلم عن موضوع أن يرجع إلى ما قبل نزول الأبوين من الجنة. فآدم وحواء كان في مكان بعيد جدا من طبيعة الأرض، لأنه مأهول بالسكان وهم الملائكة، ومأهول أيضا بكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وكان من مكر الشيطان أن دلاهما بغرور، ومن ذلك الغرور قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فهذه الذكرى مررها على مسامعهما وهو الخلود في الجنة. وفوجئ بقضية تقدمه هو إلى مخالفتهما لأوامر الرب وتحذيرهما من طاعة الشيطان بأكل الشجرة. وبعد أن وقع قال سبحانه وتعالى: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما أن الشيطان لكما عدو مبين. ونزل الشيطان اهبطوا منها جميعا. نزلوا إلى أرض فيها كثير من جنس الشيطان الشياطين، لأنهم في إخبار الله سبحانه وتعالى عن خلق خليفته في الأرض
قال الملائكة أتجعل فيها من يسد فيها ويسك الدماء، ولم يرى ظهر للعلماء أن القضية يعنى بها الجان قبل خلق الإنسان، ولم يقولوا من يعصيك لأنه لا معصية إلا بعد رسالة سماوية، قالوا من يسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وكان هنا التنبيه سريعا على قيمة العلم، قال سبحانه وتعالى للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. ثم علم آدم الأسماء كلها، هذه النقطة الثانية للعلم. ثم سأل الملائكة عن الأشياء التي علم آدم، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وهذه ثالثة. إذن أول محاضرة يلقيها إنسان في التاريخ هي محاضرة آدم للملائكة في الجنة عن جميع الكائنات، ومن هنا بدأ التشريف في أعلى وأبهى صوره لرجل واحد هو الموجود وليس معه إلا زوجه حواء صلى الله عليه وسلم. نزل عن أرض عامرة إلى أرض ليس فيها ديار، ليس فيها إلا الحيوانات مفترسة وغير مفترسة وأفاعي وأشياء، حقيقة رحلة شاقة ومكان موحش. فكانت القضية هنا أن نبه آدم ومن بعده من أنبيائه على أنهم نزلوا في مكان لن يكون هناك ما ينقصهم للشراب ولا الأكل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه حصلوا أرزاقكم بأنفسكم، لستم في الجنة ولكن الرزق موجود، حصلوا أرزاقكم كلوا وارعوا أنعامكم. إذن نصوص كتابا وسنة في الموضوع كثيرة جدا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام، معناها لا عذر عن الكسب حتى بعبادة الله والتجرد لها، هذا ليس عذرا عن الكسب، لا رهبانية في الإسلام. من هنا عرفنا أن الخلافة عبارة عن تعمير الإنسان لمكان لم يكن معمرا إلا بالفساد، كما قال الملائكة عن الجان يفسدون فيها ويسكون الدماء. والمطلوب من الإنسان أن لا يقتدي بالشيطان، أن لا يفسد ولا يسفك الدماء، والمطلوب منه أيضا أن يؤمن بمن خلق الجنة التي كانوا فيها والسماوات السبع التي مروا عليها والأرض التي نزلوا فيها، خالق كل شيء وخالق الملائكة والجن والإنس، لا يكفر به، فلا موجب ولا احتمال أن يكون العقل لا يهتدي على الدلالة على الخالق ولا يعميه عنه إلا خلقه، لا يحجب الله عن عباده إلا خلقه، معناه إلا آثاره، هذا خلق الله كما قال سبحانه وتعالى، وهذه لا حد لها، معناها اطرح إصبعك هنا أو هناك أو هناك أو هناك أو هناك، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن فيه عقيدة، أول دليل عليها صامت وهو خلق الجميع، خلق آدم وحواء الملائكة الإنس الجن السماوات والأرض، إذن هذا خلق من؟ هذا خلق الله. إذن دليل على الخالق، مع أن آدم رأى الله سبحانه وتعالى في الجنة، رآه في الجنة، والقصة معروفة والحديث صحيح، ويكفي أنه لم تطرح مشكلة الإيمان في ذلك التاريخ، أول من كفر أو فسق هو قابل في قتله لأخيه هابل على اختلاف في امرأة كانت زوجة بالشرع آدم لأحدهما، فأراد الآخر أن يبدلها بزوجته فحاور الآخر فذهب إلى أبيهما للاختصام، فكان الله سبحانه وتعالى محصنا آدم من أن يكون هناك سبب لعقوق أحد ذريته له، فجعل القاضي بينهما هو القربان، فمن
حرق قربانه بنار لا متسبب فيها فهو صاحب الحق، فتقربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الكلمة كفيلة بأن تدل على أن آدم له شريعة هي التي تحكم الإنسانية في زمانه قبل مجيء نوح. ومع الأسف بعض العلماء يقول إن آدم نبيا فقط، ينسى كلام ابنه هذا اللي هو هابيل، إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. كل هذا قطع غيار العقيدة الصحيحة، فيه نار جنة قادمين منها أباءهم، والنار أيضا عرفوها من شريعة آدم صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أيضا كيف يقع الزواج من شريعة آدم، وهو أنه لا يجوز له، هو بطن حواء كان في كل بطن ذكر وأنثى، ولا يجوز للرجل أن يتزوج من كانت معه في البطن، ويجوز له من سواها، هذه الشريعة أيضا في الأحكام. من هنا إذن آدم رسول ونبي، ولكنه خليفة الله في الأرض، وأصبح لا يحتاج لأن يسمى رسولا أو نبيا. إذن جاءت إنسانية وبدأت تعيش في الأرض، الخصب التي كانت بركتها هائلة جدا، ويدل على ذلك طول الأعمار في ذلك الزمن، وفي حديث أيضا في آخر الدنيا ذكره صلى الله عليه وسلم أن عيسى يأتي في زمنه مطر بعد هلاك ياجوج وماجوج، لا يلقي لا يقي منه وبر ولا مدر، بعده ترد الدنيا بركتها إلى ما كانت عليه بأمر من الله سبحانه وتعالى. إذن الخليقة مستخلفة، أي مهيئة حياتها بهذه الطريقة، لا بالجنة التي لا يظمأ فيها أحد ولا يضحى، إنك لا تجوع فيها، إنك لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذا ليس حال الدنيا، يجوع الناس فيها ويعرون ويظمؤون ويجوعون ويتعبون إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه حديث في أنه خارج من قرية معه الصحابة في جهاد في سبيل الله، رأى أحد الصحابة رجلا يحمل آلات كسب، مثلا قدوم أو آلات أخرى للغرس أو للزراعة، وهو شاب مفتول العضلات بادية الأجنحة والساقين، فرآه الصحابة أحد الصحابة فقال يا ليت هذا كان في سبيل الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرآه وفهم ما أراد الصحابة، قال إذا كان هذا في نفقة عياله وهو في سبيل الله، أو نفقة والديه وهو في سبيل الله، أو قضاء دونه وهو في سبيل الله، أو ليكف به نفسه عن السؤال وهو في سبيل الله، أو عدد له كثيرا وأخيرا قال له إذا كان في التكاثر فليس في سبيل الله. من هنا إذن صار الكسب، وهذا ما لم تعطه كتبنا ماءه، معناها لم يعطى للكسب قيمته في الإسلام، صار من الأشياء التي تعد في سبيل الله كطلب العلم. وما كان المؤمنون ليهروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأشياء أخرى ذكرت أيضا في الدين يدل على أن الكسل، وحتى بحجة العبادة وترك التكسب لا يجوز، لا يجوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم الذي لا يفطر الصائم الذي لا يفطر، معناها كما يجمع بين قيام الليل دائما وصوم النهار دائما، وهو كاسب فقط بالحلال لأهله. هذا كثير من العلماء كنا نتوقع أن يشرحوه لنا ويبينوه حتى تفهم الناس أن ما تسعى فيه عبادة فتحصل لها النية أو تحصلها فيه لتجد لها، ولكنه أهمل.
وتوجهت الأقلام إلى العبادات الأخرى المتمحضة في التعبد. هذا كله عبادة حقيقة، في أعمار الأرض من العبادة، لأنه راجع لمنفعة الناس. والغريب فيها أن الله هنا سوى بين الكفار والمسلمين في أعمار الأرض. قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما فيها قرية يهلكها الله بسبب ظلمها إذا كان أهلها مصلحون فيما بينهم، مصلحون لشؤونه. وما كنا مهلك القرى، في آية أخرى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. قال العلماء: ما معنى هذا؟ قال سبحانه وتعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال: وما كان ربك مهلك القرى بظلم. قالوا: ظلم هنا الكفر، لم يبقى إلا هو، لأن أهلها مصلحون، ما في مشكلة في المجتمع، كله متراحم متعاون، يحب كل لأخيه ما يحب لنفسه. هذا المجتمع حتى ولو كان كافرا لا يخاف من أن يحل به دمار من رب العالمين، وما أكثر وسائل تدمير عند رب العالمين. لكنه إذا وقع الفساد في الأرض دمروا ولو كانوا مسلمين، إذا وقع الفساد بين الناس دمرت القرى ولو كانت مسلمة، وإذا وقع عدم الفساد أهملت، معناها أمهلت ولو كانت كافرة. من هنا إذن الخلافة مشتركة بين الإنسان كله، وليس المسلمون وحدهم خلفاء الله في الأرض، لكن المسلمون أحسنوا الخلافة لأنهم جمعوا بين العقيدة والأوامر الشرعية تنفيذها، وبين أيضا الاستخلاف التعميري. والكفار قاموا بجانب واحد وهو الاستخلاف التعميري، وتركوا الأهم وهو نتيجة اعترافهم بالخالق سبحانه وتعالى. يعني الشيخنا الفاضل تحقق مبدأ تصحيح العقيدة بما ذكرتم من قصة قابيل وهابيل، وأيضا يتحقق الاستخلاف أو عمارة الأرض بما ذكرتمه من السعي والكسب والجمع بين ما هو مادي وأخلاقي، وهذا هو المدخل الذي أردنا أن نبدأ به هذه السهرة وموضوعها العام. طيب، الآن ننتقل للموضوع الطبي، وقبل أن نبدأ مع البروفيسور عبد أحمد بن ناهي نتابع هذا التقرير ثم نعود بحول الله تعالى. تؤدي العديد من النساء الحوامل فريضة الصيام، ويرى أطباء النساء أن صيام الحامل في الأشهر الأولى الثلاث قد يؤثر على حياة الجنين لأنه لا زال في مرحلة التكون، ومع أن البعض من أخصائي النساء يرى أن الشهر الرابع والخامس من الحمل قد يكونان آمنين للمرأة إن كان بمقدورها الصوم، إلا أنها تحتاج إلى مراجعة الطبيب المختص وإجراء جميع الفحوصات اللازمة، ولا يفترض بها الصيام دون إذن الطبيب. ومن الحالات التي لا يسمح للحامل فيها بالصوم الجفاف الذي يسببه عدم تناول السوائل لأكثر من 15 ساعة أو أقل من ذلك في الطقس الحار، وقد يعرض ذلك الحامل لخطر الجفاف والذي يصاحبه التعب العام والإعياء وتشويش في الرؤية. ارتفاع نسبة الأملاح قد تظهر نتائج التحاليل التي تجريها المرأة خلال مراحل الحمل المختلفة زيادة في نسبة الأملاح أو وجود صديد أو جراثيم في البول، وفي تلك الحالة تحتاج المرأة لشرب الكثير من المياه على مدار اليوم بالإضافة إلى المعالجة المناسبة. انخفاض وزن الجنين، وقد تواجه بعض الأمهات الحوامل من ذوات البنية الضعيفة مشكلة في وصول ما يكفي من الغذاء للجنين، وفي تلك الحالة تحتاج الحامل إلى تناول الطعام والشراب على فترات متقطعة على مدار اليوم. ارتفاع ضغط الدم، وهو من المضاعفات التي قد تحدث في الثلث الأخير من الحمل عادة، فإذا كانت المرأة مصابة بهذه المشكلة يحظر عليها صيام رمضان لأن حالتها الصحية يمكن أن تستدعي تناول جرعات محددة من الأدوية على مدار اليوم. إذا كانت المرأة مصابة بسكري الحمل فقد لا يمكنها التوقف عن تناول الطعام والشراب لفترة طويلة بسبب احتمال انخفاض سكر الدم لديها، كما أن حالتها الصحية تستدعي تناول جرعات محددة من الأدوية. إذن مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. البروفيسور، تابعنا هذا التقرير. النساء الحوامل إذا أردنا أن يصمنا هذا الشهر الكريم ماذا يتوجب عليهن في البدء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا لفرقة البرنامج، شكرا للتلفزيون الوطني، وشكرا للشركة الوطنية للأطباء
اتاحت هذه الفرصة من أجل نارة الرأي العام حول أمور جوهرية فقهية وطبية. هون نختار نقول على أن المرأة والحمل هذا موضوع قديم وفيه عدة فتاوى وفيه عدة أمور، لكن تطور العلم وتقدمه هم أشياء لا بد أن نفرق بيناتها. صحيح التقرير تكلم عن بعض هذه الأمور، هو أنه أول شيء مبدأ لا بد حد يعرفه هو أن الحمل حالة فيزيولوجية ما هو مرض. إذا مرأة موجوعة نقول إحنا وبرات هذه ما هي الحقيقة، هي حالة فيزيولوجية والجسم يتعاطى معها بشكل طبيعي من أجل أنها توصل. يا غير ملي ما ننساو على أن الحمل فيه مراحل، للمرحلة الثلاثي الأول والثلاثي الوسطي والثلاثي الأخير، وأيضا فيه الحمول عالية الخطورة، معناها كل حمل مصاحب له مرض هذا عنده ينقبه الاحتياط. وفيه الحالات اللي نساء يحملوا ما يجوهم الأعراض اللي يخلقوا فول الحمل ولا عندهم أمراض مصاحبة، والظروف اللي عايشينها معناها فيها طقس حار وجفاف وقلة موارد، هذو كاملين يلطهم ينقبض لهم احتياط. ثانيا فهم أمور أخرى من تسول العلايات يقول لك على أنه موعر الخالق هو تعويض شهر رمضان في زمن أخر ما هو زمنه، ولكن التويزة من تعبد الناس كاملة في بليدة يعود هون عليها، وبالتالي فهم النساء يقدوا يصوموا. علميا الدراسات الكل اللي خلقوا دارك تثبت على أن الحمل ما عنده تأثير على الجنين نهائيا. الصوم الحمل والصوم معناها أنهم ما عندهم تأثير على الجنين. فيه دراسات وعدلوا على نقص وزن الجنين في الشهور الثلاثة الأخيرة، وهذا عند المسيحيين كانوا يصوموا 45 يوم وعدلوا الدراسات لاحقوا على أن الصوم ما فهم تأثير بالنسبة اللي صاموا ولا صاموا ما فهم فرق كبير. من ناحية التشوهات هذه فكرة قديمة غير موجودة نهائيا. كل الدراسات العدل في مصر ذلك وفي إيران في العراق في بعض دول الخليج تثبت على أن النساء اللي يصوموا في الظروف الطبيعية اللي ما عندهم أمراض بالطبيعة راه وهذا يتخص بنوع من النساء ما عنده أمراض ولا عنده تأثير، معناها يتعايشوا مع الحمل كي يتعايش الإنسان مع حالته الطبيعية، هذا ما عنده تأثير. يا غير هون لا بد المتابعة والمعاينة سابق الصوم من أجل تحديد الأشخاص. وهل هناك أبحاث نعم كانت تقول بأنه قد تحدث تشوهات لي؟ هذا هو شفت في الطب يعدلوا شين قالوا المقارنة، أن تقبل ألف حالة صايمة وألف حالة ما هي صايمة عدد التشوهات اللي يظهروا في الفريقين شنهي ما أجبر على أنهم فارق نهائيا بيناتهم، هذا مؤكد علميا. وفي السنوات الأخيرة وفيه بعض الدول عدلوا فتاوى مبنوا على هذا، على أن الصوم في الحالات اللي قرر فيها الطبيب أن الحمل ما فيه تأثير ولا فيه أمراض أخرى هون، لكن الحمل لا يعود سليم من دونه. احنا عندنا هون النساء يصوموا كثيرا ولاش لاحظنا اي شيء فيه. يا قير قلت لك الهم هون هو معرفه من هم النساء اللي يالله ما يعود ما فهم خوف عليها وعلى جنينها، هل تحديدهم من اللي يعود تحديدهم من طرف الطبيب، ما انها هي تقرر من روحها انها عندها خايفه من الصوم وتفطر والله تصوم وملي هي ما تقدر تصوم. وهون تكون المعاينه قبل رمضان، ولا رمضان ما يجينا فجاه. وانا دائما نقول لهم ان رمضان راه ما يمشي حد يعود نهار الاول ولا الثاني يقول انا لا نصوم والله ما نصوم، حد يعاين الطبيب ويعرف الحالة اللي قد يصوم بها، لأن المجتمع مختلف، فيه نساء عايشين بصيف يسدوا رمقهم وعندهم حمل يتطلب تغذية كبيرة، هذا ما يقدر يقعد يقول لهم أنه يصوم، وفهم نساء ظروف جيدة ومرتاحين ولا عندهم أمراض، ولأنهم يعوضوا في مستقبلا يعودوا صاموا، وتكون هون الطريقة لابد تعود معروفة حسابيا، أن الحمل مصاحب لأي مرض، فقر دم، ضغط الدم، سكري، غدد، أمراض تتطلب علاج، نقص في السوائل، أي أمراض حمى حتى مصاحبة الحمل هون يعود الصوم ما يقدر يصوم. المرحلة الأولى النساء اللي يتقيؤوا ويقذفوا وعندهم هذا يعودوا ما يقدروا يتغذوا، وبالتالي الصوم ما يصح لهم، ما له يتعدل ست ساعات من الصوم ما عاد لهم تأثير دوران هبوط ضغط الدم وتأثير على تغذية الجنين من العروق اللي واعدينه، اللي كل ما هبط الدم كل ما ذاك هو اللي ينقص وزنه في الحالة هذه. وفي الثلث الأخير من الحمل لأن تغذية الجنين تتطلب تغذية كبيرة للمرأة، وهون ما يالله نحرموها في مدة 12 ساعة من اليوم به اللي ذاك اللي يسبب نقصان في وزن الجنين عند الولادة. معناها الحالات كاملة تتطلب انها تندرس وتنعرف. كل على حدة. كل على حدة. طيب الشيخ، القرآن الكريم في قصة بدء الخليقة والنشأة الأولى أشار إلى أكبر مهدد لاستقرار الحياة
إنما يأتي من سفك من الإفساد وسفك الدماء. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ استشعار الملائكة لهذا الخطر ما هي دلالته؟ وهي هذه حالة طبيعية، معناها الملائكة لا يعصون الله ما أمره، وليست لهم شهوات أيضا حتى يكونوا يتنازعون على شيء، لا شهوات للهضم الأكل والشرب واللباس، ولا شهوات أيضا الجنس، ولا علو العلو في السماء، معناها لا يريد أحد منهم علو في السماء ولا فساد. إذن خلقوا من نور، وليس بين اثنين منهم أي قرابة، كلهم يخلقه الله كما يشاء بالطريقة التي شاء رب العالمين، ولأجنحة مهنا وثلاثة ورباع إلى 600 جناح كما هو الحال جبريل. وهذا كله مع ذلك لا أحد منهم يتعالى على الآخر، ولا أحد منهم يريد شيئا عند الآخر، لأنهم خلقوا للعبادة ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا ينامون، لا يتعبون. رأوا ناس في الأرض الحرب بينهم حرب البسوس، ليل والنهار أحدين يقتلون وأحدين يسكون وأحدين يأخذون أموال الآخرين، قالوا يفسدون ويسكون الدماء. ويسكون الدماء من عطف الخاص على العام، ولكن الخاص الأشد، أنا أشد أنواع الفساد سفك الدماء، لكنه فساد. إذن هي إشارة من حيث أن الملائكة واضح لهم الأرض العنصر الذي جاء فيها لا يصلح لخلافة الله في الأرض، خافوا أن يكون القادم أيضا منهم، وهذا ما فهم الشيطان، قال إذن هي الأرض فيها اللاحنة وحولي بها، أخذ لنفسه الخلافة. وهي آيات متعددات، الأول منه أو هكذا نفهم حسب الحديث إني جعل في الأرض خليفة، قال الشيطان أنا لها، قال سبحانه وتعالى إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، قال الشيطان الفرصة ضاعت، من طين أنا من نار وهذا من طين، وسيعطيه أكبر تعظيم وهو سجود ملائكة السماوات السبع له. إذن لا بد لي من أن نقف عليه، بحث في السماوات لم يجده، بحث في الجنة في جميع جوانبها فوجده عند باب الجنة، طين من صلصال معناها لو ضربته لصوت، من حماء مسنون، قلب كما في الحديث قلب النظر فيه فقال هذا مجوف، رأى أنه مجوف فقال هذا خلق لا يتمالك، معناها لا يمكن أن يصبر عن الأكل والشرب، عن الشهوات الأكل والشرب مثلا. إذن هذه الفكرة تدل على خبث آدم من الخلق، أنه خلق خبيثا لأنه أول ما فكر فيه المكر، ما دامت الشهوات ممكنة وخلق لا يتمالك فسيدخله من هذا الناحية. وأعطاه الله سبحانه وتعالى وهو رب العالمين كثيرا من الوقت في أن يصل إلى مرحلة لا يكون مستقبله سيئا بهذه الدرجة التي وقع. قال له ما منعك أن تسجد إذا أمرتك؟ لم يقل لم تأمرني، لم يقل أنا لست منهم، فيقول له ارجع إلى من حيث جئت، إنما اختار، ولم يقل أتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك، ما معناك لا تسجد إذا أمرتك؟ هنا يطرح بعض السؤال، بعض الناس سؤال، هو ملك؟ لا ليس ملكا، وهذا بالقرآن وبشهادة الشيطان إن كان يشهد، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. القرآن قال فيه سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، من قبل، وهي التي أعطتهم فرصة التكاثر والفساد في الأرض حتى يراهم الملائكة. ما كانت السماء تحجب عنهم، أول حراسة للسماء مشددة وقعت مع اقتراب نزول القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت
حرسا شديدا وشهبا، وإنا كنا أي من خلق الكون من خلقنا قبل خلق آدم نقعد منها مقاعد للسمع، من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري. والغريب هنا أنهم مع أنهم شياطين تأدبوا، لم يستطيعوا أن يقولوا الكلام اللي لا يليق بحق رب العالمين سبحانه وتعالى. قالوا إن وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن لا يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري الشر أريد، لم يقولوا الشر أراده الله، لا، الشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إذن واضح لهم أنهم يتكلمون عن شيء عظيم هو رب العالمين، وأنه لا تصرف إلا له، وإنا لا ندري الشر أريد بمن في الأرض بحكم حجب خبر السماء عن الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. جاءت تنباء عجيبة جدا. المهم أن آدم صلى الله عليه وسلم كانت القضية التي أعطيت له فرصة للشيطان أن يحاول أن يكون هو صاحبها، لأنه يعبد الله مع الملائكة، فجاءت قضية الطين هذه فقال هذا ليس أنا، لما وقف عليه وقال هذا وكلمه الله وأعطاه الفرصة لم أعوذ بالله لم يره، قال له ما معناك لا تسجد إذا أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلق، وبدأ هنا حملة واستمرت في حزبه، وهي أن المهم الأنساب وليس عبادة رب، خلقتني من نار وخلقتهم من نار، العنصرية بدأت من هذه الكلمة الشيطان وبثها في الإنسان، بينما الله سبحانه وتعالى قال إن النسب عند الله تقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس ابن نبي أو رسول أو أبوه أو أخته أو بنته أو أخوه، الأنساب أهميتها فقط هي لتعاره، لأن إذا لم يكن تعاره لا يمكن أن يكون تعاون، يعرف الشخص لمن باع بالدين فيرجع له بعد ذلك ويتعارفون بحيث ينتفعوا من أهل النفع ويحذروا من أهل الشر، لذلك خالف الله ألوانهم ليتعارفوا، وخالف لغاتهم ليتعارفوا، وخالف قاماتهم ليتعارفوا، وخالف أشعارهم ليتعارفوا، وهكذا. غريب ذلك أن جميع النساء صوتهم يختلف عن صوت الرجال، كل إنسان لا فرق يذكر إلا حسب الفطرة والمهمة التي خلق لها، لكن عجيب أن لا رجل صوته يختفي مع صوت مرأة ولا مرأة يختفي صوتها مع صوت رجل، قدرة كاملة. المهم هنا أن الشيطان اختار على كل حال وكان أمر الله قدر مقدرة أن يكون هو ليس تملأ من أتباعي، من هو من أتباعه لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم إنسا وجنا أجمعين، وهم هدده هو قال لأضلنه ولنواسي ونفعل ونفعل ونفعل، ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يواجرن خلق الله، قال له ربنا سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فجاءت الأصوات الشيطانية، لأن كل ما يحرك العواطف وليس دينيا ليس أذانا ولا إقامة ولا تربية في الحجي فانظر لعله أن يكون شيطانيا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، هذا تنبيه للناس على طريق تعامل الشيطان معهم، هذا كله سيفعله لهم. ثم أعقبه سبحانه وتعالى بقوله وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن الشيطان لهم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن شيخنا الفاضل مصدر هذا الإفساد وهذا سفك الدماء هو الشيطان، هو فيه بعد آخر نقدر لا نعرف عليه ولا نحاول، فيه لا شيء إلا بإرادة رب العالمين، هذا غلط أن يفكر أحد في أن الشيطان يمكن أن يفعله، ولذلك قال سبحانه وتعالى أن الشيطان لا يستطيع أن يضل أحدا إنما يحاول، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في الشك، هذا كلامه عن الشيطان.
هنا إله واحد حقيقة للهداية وللضلال، هنا إله واحد. لكن هذا الإله أراد وإرادته لا مرد لها، وهو وحده أحكم الحاكمين. معناها لا يمكن لأحد أن يأخذ القلم الأحمر ويصحح لا رب العالمين. قبل ذلك يسأل من هو ومتى خلق ومتى يموت وإلى أي ذا، عنده كثير من الأسئلة قبل أن يفكر في تصحيح لا رب العالمين. أراد سبحانه وتعالى أن يمن، وقال ونريد أن نمن. فإذا المنة التي أراد هي الخلود في أعلى نعيم الجنة. ومن علمه الذي أحاط بكل شيء أنه إذا خلق الجميع للجنة وسكنوا فيها لن يفهموا الأمر، سيقومون بمظاهرات من رأس الجنة إلى رأسها يطالبون بتحسين الظروف. لا ربي لنا كذا، خلينا أعطينا شيء ما هو الجنة. فأراد أن يعطيهم أشياء واضحة لمعرفة ما سيكونون فيه بضده. ولذلك الجنة الناس تغلط، تظن أنهم منعمون بالجنة فقط، لا، هم عندهم نعيمان، أنهم في الجنة وأنهم نجاهم والله من النار. وأهل النار عندهم عذابان، أنهم في النار وأنهم حرموا من الجنة. هذا الملائكة سلموا منه، حتى الذين هم في النار منهم لا تؤلمهم النار. الزبانية لا يجدون أي ألم من النار، والملائكة الذين في الجنة لا يتنعمون بها. إذن الملائكة خلق آخر، لكن معظمهم هم أربع طوائف كبيرة واضحة: حملت العرش الذين تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما هائلا جدا، قال صلى الله عليه وسلم أذن لي، وهذه من الرسول شيء كبير، شيء كبير عظيم، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى حملت العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أي المنكب مسيرة 700 سنة. لك أن تفكر في الباقي، شيء عجيب. الملائكة حملت العرش الآن أربعة كما في الحديث، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، معناها يوم القيامة ثمانية، إذن يزدادون. وعند خلق العرش ما كان هناك ملك يحمل العرش، قال سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم طلع النبي صلى الله عليه وسلم المنبر بعد صلاة الصبح وبدأ يحدث الناس في المسجد، كل أهل المدينة رجال ونساء، عن الكون، وأنه كان الله وحده ولا شيء معه، كان الله وحده ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء. ثم بدأ، وفيه نبأ في القرآن، وهي أن ميلاد أو خلق السماوات بطاقته كتبت في اللوح المحفوظ أنها ستخلق بعد 50,000 سنة. في حديث صحيح كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، معناها وقبل عرشه وقبل خلقه حملت العرش. أراده الله سبحانه وتعالى، وأراد أن تكون السماوات والأرض بمنزلة الخيام، معناها مهمتها الدنيا فقط، تبنى وتطوى يوم نطوي السماء، وتطوى الأرض أيضا، لأن القرآن يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. صرح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أهل النحو وأراضون الشذ والسنون، ولكنه صرح صلى الله عليه وسلم بعدد الأراضي، قال يأخذ الله السماوات السبع بيمينه ويأخذ الأراضين السبع بشماله وكلتا يديه يمين، ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، في بعض روايات الحديث. وقال في حديث آخر من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من السبع أراضين، ونصوص كتابا وسنة تقول إن من ظلم شيئا جاء يحمله يوم القيامة، لكن من ظلم الأرض تفعل له ما فعلت بقارون تبتلعه، ويكون الذي يضغط عليه منها قدر ما ظلم، حول لا قوة، آن كيلو، 50 متر، 100 متر، يضغط عليه إلى السماء السابعة، إلى الأرض السابعة حتى أخرجها من الأراضين السبع.
طوقه من سبعة رد ما أنها هذا البخاري حديثين في البخاري في الموضوع تخصف به في الأرض الأولى حتى ينتهي منها ثم الأرض الثانية إلى السابعة. إذن معناها أن القضية حكمة الله اقتضت أن يمن، وقالها الرسول للكفار، قال الكفار للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم سلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والصورة واضحة في القرآن الكريم. إذن معناه أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك شيطان يرأس التضليل وسمى حزبه حزب الشيطان. من هو من الإنس وجاء في سورة الناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من هو صاحب الشيطان من الناس؟ من يستجيب لأوامر الشيطان لأنه أيد العربي كل ما أمره به الشيطان يفعله إذن هو شيطان إنس. وهنا قال للشيطان لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ويقول يوم القيامة للشياطين يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ويقول الشيطان بعد أن تنتهي قضية الرحلة هاي الطويلة بعد أن يحتج عليها لنار خليتنا كركرتنا ندن إيه قال إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي بكم لي الخزائن فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي كفرتوا بما أرسلتموني. إذن من هنا الشيطان قدر والضلال قدر والرسل قدر والهدى قدر والله أحكم الحاكمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بارك الله فيك. لا شريك له معناه لا يشرك في حكم أحد ولا معقب للحكم. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. دكتور بروفيسور عفوا لو أن مثلا النساء اللي منهم فورفية خاصة ذكرتوا لنا عادية طبيعية فيزيولوجية والمفهوم اللي عندنا هون الشائع قد يعود ما هو صحيح لأن يقولوا موجوعة ومشكلة مانعة معناها لو أن مثلا امرأة قامت وصامت بدون استشارة الطبيب شين هذيك المنبهات ولا الأخطار اللي قد تتعرض لها وبالتالي منين تتعرض هذا السؤال وجه الله يعني وقلت بأن تقول طبيب قلت أنها صامت دون طبيب فما الحكم هذا يعني الله يجيك مرك سؤال الخطر هو يدور الخطر ما يدور الحكم أخطاره من سنة إذا يتعود هو كيف قلنا على أن الاستشارة في الحمل يا الله تعود تلحق تسعة في تسعة شهر هذه الاستشارات فائدتهم هو اكتشاف المخاطر من أجل أن أنا دخلوه في الخطر اللي هيخلي وهذا الخطر تقديري من عاد تقديري يا الله ما تعود تقدر المرأة يا الله تقيس خبير والخبير متاح لها حتى من دون سابق رمضان وكي قلت لك إن شهر الصيام إنه شهر ما يجي فجأة معناها إحنا عالمين رمضان لا يجي يوم 10 الله يوم 11 يا الله على الأقل يوم 1 والله يوم 2 استشاروا قابلة والله طبيب من أجلها إحنا لين نلودوا للسوابق كامل عند المرأة الحمول الفايتة كان قد تخلق فيهم مشكلة الحالة المرضية حاليا يعني كان هي كل المقياسات اللي ينقبوه في الطب اللي حد ما لقاش حالته طبيعية كانهم عندها والله ما عنده ثانيا الحالات بالإيكوغرافي حالة الجنين والموجود عنده وفي المجموع لا يتعود عندك حالات عدة حالات الحالات حالة مرأة عندها سوابق والله عندها أمراض تدخل في خانة أخرى وهون لا يتقول لها على أن هي هذه رأي عندها مخاطر يقدوا جوها من كذا وكذا وكذا مرأة عندها أدوية يا الله تتحملهم والله ما تقطعهم والله أدوية أخرى يالتها تنزادوا لها والله توقيتات الأدوية يالتها تضبطهم حسب الحالة اللي قدامنا وعليات عندهم حالة طبيعية في كل الأمور وهون لا يا أخي يقول إنها بالنسبة لنحنا هذه المرأة من ناحية الطبية ما عندها أي خطر من يا صامت مع الحمل ما دام الظرف قلت لك هناك حالة جغرافية ووقت معناها هي حسب عمر الحمل حسب الأمراض المصاحبة حسب الظروف المعيشية
هون يخضع له كامل. هذه المعاينة التي تعدل قبل رمضان معاينة مهمة جدا من أجل اكتشاف هذه الحالات. بالتالي المرأة هون ما يلت الطبيب يعرضها للخطر ولا يلت هي تعرض رأسها للخطر تصوم ما استشار الطبيب. والله ما تصوم ما استشار الطبيب وما لي هذه المرخة. لأن كل هي ساعات تعود أنت لابد توجهها قاعد الطبيب أخر متخصص في السكري والله في ضغط الدم والله في الكلى وهي قاعد ما كانت عالمة ده هو عندها في فحوص ضرورية يعدلوا في الحمل ينعرف بهم وما لي كل الوظائف اللي عند المرأة اللي قد يضر الجنين في النمو في التشوه في التغذية وفهم نصائح وما لي نعطاه لحد له يصوم لأن الصوم ما هو اللي يقول حد أنا صايم وتوف لأن فهم سوائل اللي يعملوا فهم توقيتات اللي هم يعدلوا فيه فهم تبديل للدواء نهائيا فهم الحديد اللي كان يعطى القايلة لا بده ينعطى في توقيت ثاني وهو يجيب تقيؤ ويجيب المجبنة ويجيب أمور أخرى ولا بده يعمل لا معوض وفهم أدوية أخرى تساعد على أنها تعود مواد في أملاح وأمور أخرى تزيدها وفهم وقت السحور اللي هو ضروري في ذو الحالات اللي هم هذا كامل لا بده نقبل الاحتياط من أجل أن ما نوقعوا في خطر عليها أو على جنينها. طيب شكرا البروفيسور. الآن نتابع السؤال تفضل الشيخ. شوف هذا رجل سقطت فيه على الخبير حقات رجل أخباري ما قال الآن وما قال قبله يدل على أن المرأة في حالة الحمل ليست كالمرأة الحامل الغير الحامل صح ولا لا؟ صح. من هنا ثم أخطار عليها وعلى جنينها وعليهما والسلامون تتطلب نباهها من هي و نقود تقوم بهذا الواجب من حيث الفحوص والتغذية ووجود طبيب عنده الأجهزة في كل مكان. محصلة هذا التي فهمتنا أن الحمل مفطر جوازا لا وجوبا فإذا جاء الخطر الذي قاله الطبيب شخص إن قضى يصبح واجب. يعني نحن عندنا في الفطر ثلاث أنواع الأصل ممنوع الفطر رمضان إلا لمرضين. هذا المرض في بعض الحالات يجيز الفطر والبعض يوجبه إذا شخص الطبيب إذا تمكنت هي من المشي من باسكن وقري إلى طبيب عنده كافة الأجهزة والخبرة ووفق أيضا لأن في أغلاط تقع في الطب وكانت هي على المستوى تسمع النصائح وتستعمل الأمور في وقتها وتجيء في وقتها كما تفضل الطبيب انها تصير الاول ما هو النهار الاخير من رمضان نهار قبل رمضان قبل رمضان لعل ان يعطيه دواء تحتاجه لتعطيه زمن تستعمله قبل الصوم هذا كامل التكلف ما هو الاسلام. الاسلام يعطي رخصه للشخص ان يسافر من هنا الى النعمه او الى بئر مقرن في حمله سياسيه لانه يقوم ببعض مصالح المسلمين في الانتخابات الشورى التي قال سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم فإذا كانت تتطلب هذا جاز له الفطر في ظاهر رمضان لأنه يسافر للحمل سواء كان من معارضة أو من موافقة. لا لا المهم فيه الإنسان أعطيه الإسلام كثير من الرخص والتوسعة. إذا المرأة كلما ثبت أنها حامل جاز لها الفطر لأن هذا اللي أمامها من الاحتمالات لا يفي هو ولا نغني عن صومها وعن عبادتها. يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغون فتنفعوني هذا رباني هذا رباني. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ومن اوفيكم اياها معناها هذا عملنا احنا لنا والله اجاز لها الفطره لتقضيه في 11 شهرا امامها قد يكون من الشتاء قطعا لن تقفز عليه الشتاء تقضي فيها رمضان. وهذه القضية قال الطبيب فيها نكتة مهمة جدا قال أن هي كثير من النساء يخاف إذا تخطاه رمضان أن لا يكون قادرا على الصوم في غير رمضان. هذه ليست حشاة تعرض إنسانا آخر لا نعلم عنه شيئا قد يولد أعمى أو أصم أو أبكم أو علة لا يصلح للدنيا ولا للآخرة يحمل من مكان إلى مكان. هذه الحالات لا نعرض لها إنسانا لم نخلقه على أساس شيء أجاز الله الفطرة لحمايته أن لا يكون تكون عبادة الله هي سبب موته أو موت أمه أو يكون تحوله عاهة لا داعي لها هو جائز. يجب أن أخبر الطبيب بخطورته ويجوز في حالة أخرى. وأنا ناقشت مع أطباء قبلك يا دكتور
قلت له أنا واضح لأن المرأة بعد كبار الحمل لا تحمل لا تستطيع أن تحمل ما يكمل لها اليوم من الغذاء لأن صح. المعدة ضاقت بسبب هذا الحمل الذي دخلها من جهة وضايقها. قال لي أخطر الأشهر الأولى كما تفضلت أنت الأشهر الأولى لأنها أشهر التكوين أشهر التكوين. قالوا لي يا أستاذ أخطر بكذا. قلت لهم لماذا؟ قالوا لي في اليوم الواحد يحتاج لي مليون خلية اسم الحيلة بأي غذاء بأي شراب. من هنا إذن مساء كلما تحققت مرأة من المسلمين في العالم أنها حامل جاز لها الفطر ويجب إن عاين الطبيب وقال لأنه في خطر. هذا هو الذي يمكن أن نصدر به من كتبنا التي فيها ترخيص المسافر ولو كان سفره غير مهم في مهل ليس ضروريا يرخص له. وحتى أنه عنده قضية أخرى عجيبة يمكن أن يكون قرى هنا بين عندنا وباسكنه كل قرية تعطي فيها للتجار لا تصل إذا لم تكن مقيما أربعة أيام في المكان ليس عليك أن ترجع للصوم. للتيام في تلميذ للتيام هلاك للتيام في قطار الحجاج حتى تصل إلى باسكنه بعد نهاية رمضان. هذا ليس بحرام قال التحايل لكن ليس بحرام لأنه رخصة أعطاها غني كريم. إذا من هنا هذا بعض هو اللي دخلي أنا أريد أن الدكتور ورع وحذر ويعرف ثلاثة ولكن جانب آخر اللي هو لطف الله بعباده ورحمته بهم تبين هذا في السفر وفي المرض حتى أن المسافرين ضارك اثنين عندهم حق القصر واحد منهم قصر واحد ما قصر ليس من صلى أربع ركعات ليس أكثر أجرا من من صلى ركعتين لأنها صلاة ظهر ذاك ظهر وركعتين ذاك حد السنة اللاذات يجب أن نفهم الدين بسماحته. وقال سبحانه وتعالى في كلمة عجيبة قال ولو شاء الله لأعنتكم لو أراد الله أن لا يدخل أحد منكم النار يزيد عليكم التكاليف الواجبات والمحرمات. وقالها في آية أخرى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا شوف هذه الإطلاقات من أحد أبدا لكنه خفف ويسر وسامح كثير منهم. نحن إذا رجعنا إلى الموضوع يستحق محاضرة تامة وحده صحيح وهو سماحة الشريعة. طيب نتابع أسئلة الكاميرا الفقهية ثم نعود بحول الله تعالى ليجيب عليها فضيلة الإعلام. أنا مسود الفقيه عن ما هي أنواع الاستخلاف وجزاه الله خيرا. عن هي شروط الاستخلاف وإعمار الأرض في الأرض يكانها بالعدالة الاجتماعية يكانها بشن هي حق حقوق الإنسان اللي تثبت بهم هاي الصفة. ما هو شروط الاستخلاف في الأرض؟ إذا طرحنه على الفقيه ما هي القيم التي تحقق الاستخلاف؟ شيخنا الفاضل هي أسئلة لكن تدور يعني كلها حول أنواع الاستخلاف شروط الاستخلاف وسؤال واحد تقريبا القيم. شوف القضية لا يتخلعها شوي كل إنسان خليفة هنا بدون استثناء يغير ما استطعته ما تقدر عليه من طاعة الله ودعوة إخوتك لطاعته معناها بحيث أن تكون تحب لكل أخ لك أخي كذلك ليس في النسب في الإسلام من الصين من أمريكا لا يهمنا كل من دخل الإسلام ولو اليوم وجب عليك أن تحب له ما تحب لنفسك. وهنا إذا رجعنا إلى ما يقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم نكتشف أن الكافر كذلك. يجب علينا أن يكون محبتنا لهداية كافر واحد أيضا نفس الذي يقع لنا مع مسلم يحب له ما نحب لنفسنا. ولذلك أعطى عليا قيادة سرية وعلي شجاع رأى فيه تبارك الله إن شاء الله سأجد هاي لا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ادعوهم إلى الإسلام معناها لا تبدأ بالقتال فإن هم أجابوك لذلك ما فيه قتال فإن هم أبوا فادعوهم إلى الجزية
ما شابوا كذلك لا قتال. فإن أبوا عن هذا كله فقاتل من يقاتل. جميع أهل العبادة المشتغلين بها في صوامعهم وبيعهم لا تقاتل. النساء لا تقاتل إلا مقاتلة. الناس التي تقوم بخدمات عمالهم لا تقاتل. من لم يساعد في القتال دعوه. الشيخ الكبير الهرم والمرأة والصبي هذا كامل يسلم من القتال، ويسلم منه أيضا من سالم، معناها وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله. فيها قضية آية غريبة، حقيقة ما وقفت عليها دهشت. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. دهشت كثيرا، مسلمين استنشدوا بمسلمين في قتال في هجوم الكفار عليهم. إذا كانت الجهة التي استشهدوا بها من المسلمين بينها صلح مع أولئك الناس لا تنصرهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر لأنهم مسلمون وأنتم مسلمون، إلا على قوم أي كفار بينكم وبينهم ميثاق. عجيب. إذا الإسلام نظرت ليست هي التي عندنا، نحن عندنا الحماس والناس أعداء الله نقتل، نحن ما خلقنا لقتلهم، خلقنا وأمرنا وكلفنا وخلافتنا مقتضاها إنقاذ ما أمكن إنقاذهم من النار. طيب إذا الخلافة هو القيام بأوامر الشرع ومنها هداية الآخرين كفارا كانوا أو مسلمين، معناها استقامة المسلمين، العمل على استقامة المسلمين وعلى دخول الكافرين في الإسلام ولو بالمال. تصور أن عندنا فقراء نأخذ المال ونعطيه لفقراء الكفار إذا كان عندنا احتمال أن يدخلوا الإسلام بسبب هذا، ونص القرآن إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب كفار، مؤلفة قلوب شيء عجيب وفي الرقاب إلى آخر الأصناف ثمانية. إذن من هنا يجب أن نفهم أنه ما في أحد رجل ولا امرأة غني ولا فقير، عالم ولا جاهل، قوي ولا ضعيف، إلا هو من خلفاء الله في الأرض، فليقم بما استطاع عليه من الاستقامة في نفسه ودعوة الآخرين إلى الاستقامة، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي أحسن، إلى حد أن الله سبحانه وتعالى قال للرسول أن يقول لهم قل لا تسألون عما أجرمنا هاي تولات النبي والصحابة ولا نسأل عما تعمل شيء عجيب. كان يتصور أن يقول قل لا تسألون عما عملنا ولا نسأل عما أجرمتم، لكن الله نزل في النص بهذه الطريقة إجماعا لا خلاف في أن المنزل قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع لهم. ربما شيخنا فضلها مبحث كبير. أنا قلت لك قبيل أنه نعم. طبعا نتابع سيرة الكاميرا الطبية ثم نعود بحول الله تعالى لنجيب عليها. نبغي نسول الطبيب عن مرأة في أول حملها كانت قد تصوم، ومرأة ملي عندها إشي تراضع عنده لها شهرين كان ما يقد تصوم والله ما تقد تصوم. راني بعدين نسول الطبيب لأن الدورة الشهرية تعود مرافعة عندها 50 سنة والله 40 سنة وجي لعادة الشهرية كانها هذه كانها صحيحة والله ما صحيحة والله عندها مرض مزمن والله شيء ولا قطعت النهار عنها وجي في النظام. لكم أنا مسول الدكتور الإشهاط المتكرر عند المرأة شن هي أسبابه؟ أنا مسول السيد الدكتور عن كثرة التبول عند المرأة أسبابه من دراهم شن هما؟ مرحبا بكم من جديد بروفيسور. أول الحمل قاعد جاوبت عليها دخلتكم الأولى لا بأس بذلك. صحيح أول الحمل كيف قلنا من الناحية الطبية أول الحمل هو أصعب مرحلة في الحمل لأن الـ 12 أسبوع الأولى هي مرحلة تكوين الخلايا والأعضاء، والتكوين يتطلب مواد معروفة في البروتينات وهذا التكوين يتطلب عدة أشياء من التغذية ومن الأمور، وبالتالي مرحلة حرجة في الحمل وصعب على أن حد يصوم فيها. طيب المرضعة عندها يشير بو شهرين؟ يشير بو شهرين نعم يتغذى لا علمه
معناها ما وكل كل رضعه لا يقتلها العطش وراها، لان السوائل اللي عند المراه لا يقبضها الجنين، وهذا من المفطرات اللي عاد قاعنا من دون حتى الامراض الاخرى. العاده بعد 50 سنه، العاده بعد 50 سنه مرضيه في بعض الاحيان، ولكنها مرش من العيات يتخطى 53 سنه وهو ما زال تجي. يعني غير وجود هذه المرحله هذه يتطلب على انها تقيس الطبيب من اجل معرفه اذا كانها عاده اذا كان لا يكون ما صلي فتره، وهو اللي مرض منه يصلي به. هون لا تدخل 21 يوم 21 يوم اللي يجيها الدم، وهذا الدم يالطي نعرف انه عنده سبب عضوي، مين يعود عنده سبب عضوي ما في دواء. هون يتطلب انه يعدل الفحوص كان يعرف مثل الامراض تدخل وراها 54 سنه و 53 سنه اللي هي ما بعد سن الياس. هذه امراض تلقيتها تطلب فحوصات وكان يعرف ياكل فيها مرض خطير. وهون لابد من مقاينة الطبيب في الحال. الاجهاض المبكر هذا حالة كبيرة بالطب، لان الاجهاضات عندهم عدة اسباب، فيهم امراض متعلقة بسيلان الدم نحو تكوين الجنين الاول اللي يعود فيه عروق صغيرين، وفي العروق مرة فيهم جلطات يدخلونهم، وبالتالي ما يلمو الجنين مازال صغير ويخلق الاجهاض. هم امراض اخرى، امراض الغدد تجيبهم، السكري من اسبابه، التقدم في العمر، امراض الوراثيه تجيبه، وهذا كامل كلهم يعدلوا الفحوص ونعرف السبب المواقف وهم اللي يعطوا الوقايه من عاملها. وبالنسبه لكثره التبول عند المراه هون ما حدد هو كان حامل ولا غير حامل. بالنسبه للمراه الحامل من تعود الشهر الاخيره راس الجنين يظهر على المثانه، وهون تعود المثانه ما تتمثل امتلائها اللي كان يظهر بها كثره التبول. هم امراض كثير السكري والالتهابات، هذا ما اللي يخلو التبول يفعل نفسه عند اي شخص رجل ولا مرأة، ويطلب فحوص وعلاجات للالتهابات اللي تعود مصاحبه له. طيب شكرا بروفيسور. ركن ثابت من اركان السهره الرمضانيه ذاكرته السهره. الليله نتناول حياه الشيخ عبد العزيز سي عليه رحمه الله ورضوانه. إطلالة الليلة من ذاكرة السهرة ستكون على واحد من قضاتنا الأثبات وعلمائنا الأعلام وأئمتنا الذين أبلوا بلاء حسنا في هذا الحوار الرمضاني من خلال عطائهم المميز، إنه القاضي الإمام والداعية الفقيه والقارئ لكتاب الله فضيلة الشيخ عبد العزيز سي رحمه الله، الذي اشتهر بتلاوته المميزة وعرفته هذه السهرة ضيفا محوريا علاوة على أحاديث الإفطار التي هي مكون ثان من هذه المائدة الرمضانية. نشأ في أسرة علم وتربية، فدرس العلوم الشرعية واللغوية على يد والده الحاج بكرسي قبل أن تقوده رحلة طلب العلم إلى صفوة من العلماء والمربين في فوتة، فنهل من علمهم وتوج سعيه في طلب العلم بانتسابه لمحضرة العلامة المرحوم بالداه بن البصيري، وفيها حصل على إجازة في القرآن وأخرى في الفقه، ثم التحق بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وحصل منه بتفوق على شهادة الليسانس في علوم الشريعة عام 84 و900 وألف. وفي بداية مشواره المهني اشتغل بالقضاء، فعمل قاضيا في نواكشوط قبل أن يتم تعيينه نائبا للمدعي العام للمحكمة بمقاطعة روسو، كما شغل منصب عضو المجلس الإسلامي الأعلى بعد تفرغه للإمامة والدعوة. يذكر أن عبد العزيز سي كان من دعاة الفكر الوسطي وداعية نشطا وإمام أحد الجوامع الكبرى في العاصمة، كما عرفته منابر المساجد بمختلف أقطار العالم داعية ومرشدا ومعلما فذا. والشيخ عبد العزيز سي قبل كل هذا وبعده كان من أهل القرآن، وأهل القرآن أهل الله وخاصته، وقد نثر رحمه الله في ثنايا هذا السمر الرمضاني على مدى عمر السهرة من علمه ودروسه القرآنية دررا مضيئة، كما أسس عشرات المحاضر القرآنية في مختلف ربوع البلاد. وبالجملة كان الشيخ المرحوم عبد العزيز سي عالما فذا عرف بغزارة العلم والورع والزهد والتواضع، وشارك في الكثير من البرامج والحلقات العلمية، ومثل بلادنا في عديد المؤتمرات الإسلامية. توفي رحمه الله يوم الأربعاء 2 مايو 2012 على إثر حادث السير المفاجئ، وقد ورث علمه ومدرسته ومنبره لأبنائه البررة، ومن بينهم
علماء مشهود لهم بعلم وسمت والدهم، رحم الله الشيخ الجليل عبد العزيزي وأسكنه في عليين ورفع درجته في المهديين. إذن رحم الله الفقيد الشيخ عبد العزيزي برحمته الواسعة. أعزائي الصائمين، من خلال المعطيات التالية نتابع حالة الطقس ليوم غد بحول الله تعالى، ثم نعود. مرحبا بكم من جديد أعزائي الصائمين. شيخ، الإسلام حارب السلبية في كل مظاهرها، فبدع الترهب والاعتزال من الحياة، ودعا إلى السعي والضرب في الأرض والمشي في مناكبها، طبعا كل هذا تحقيقا لواجب الإعمار. ما هي دلالات كل هذه الأمور التي تحدث عنها الإسلام وتحدث عنها القرآن الكريم، والتي تدعو في مجملها إلى أن يكون الإنسان فاعلا ومشاركا بفعالية في هذه الحياة وإعمالها؟ وفيها كلمة قالها الخليفة عمر مهمة: لقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. هذه كلمة ثمينة، لأن قالها رجل جرب وعاش الإسلام في رجعات شبابه، رجعان شبابه في مكة والمدينة إلى أن صار خليفة، وأعطى وقتا في الخلافة طويل الحمد لله. إذا المهم أنها نار ثاقبة. قالها هذا الخليفة: لقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. كان إذا صافحه الشاب ينظر إلى كفه هل فيه أثر العمل، داحس هل فيه أثر العمل، إذا لم يكن فيه عنده درة ضربه بها، قال لهم شعبا اذهب ثم. حقيقة هو الإنسان عندما نقوله دخل الجميع، لكن إذا أردنا الفحص معناها سلطنا الأضواء، إذا بالصغار عيال لا يعدون في الكسب، وإذا بالنساء كلفنا بالمنازل والتربية لا يمكن أن تعول عليهم في إنتاج الرزق. إذن إنتاج الرزق على غير الكبار أيضا الضعاف الذين أصبحوا في طول الحضانة، أيضا الصغار كلهم رجال بنين وبنات، والكبار كلهم ضعاف، والنساء والرجال الأقوياء. النساء معروف أن مهمتهم هي الإنجاب وحضانته والبيت وحضانته، ولذلك سقطت عنهم الجماعة والجمعة والجهة في المنازل النساء. فإذا افترضنا العكس وأن الله أمرهم بالمساجد لا يذهبن إلى الجمعة مع الرجال في يوم إلا احترق بيوت العالم الإسلامي أو المكان الذي وقفه، لأن لم يبقى أحد في البيت. الأخوة الصبيان ولو أخوة سيذبح بعضهم بعضا، والباقي الآخر السالم سيحرق البيت. إذا معناها لا بد من حضانة مركزة ورعاية مركزة، وتحمل أيضا مشاق الحمل الذي كان الدكتور يصف أخطاره في الإنتاج البشري. والأمة التي فرطت في الإنتاج البشري قوم لوط، عذبهم الله عذابا لم يعذب به أحدا من العالمين، قال لجبريل: احمل بهم الأرض إلى السماء الدنيا واضربهم، فجعلنا عاليها سافلها من بعد ما بين السماء والأرض، وحيد هذا العذاب. لم يفعل أمة لأنهم أعطوا أسوأ مثال يحاصر وجود الإنسانية. معناه النساء لا يقول أحد
لسنا قائمات بشيء، قائمات بأهم شيء، وهو أن من نتكلم عنه وهو الرجال فربنا في بطون النساء، ويكون النساء حواضن لهن إلى مستوى عالي من السن والفهم والعلم والكبار، ثم بعد ذلك الرجال قلة قلة الكسب محدودة. والحديث الصريح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قوي عندما نقول المؤمن هو النبي صلى الله عليه وسلم أديب، لن يقول الرجل القوي ويترك المرأة، ولكن حقا المرأة القوية تقوم بأكرم ما يقوم بها الرجل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. طيب نتابع الآن الإمساكية اليوم غدا بحول الله تعالى ثم نعود. مرحبا بكم سيدي دكتور. نصائح سريعة للنساء في حالة الصوم، سواء كنا مصابات بأمراض ولا ما هم مصابات بأمراض. بالنسبة للنساء والصوم، أولا لابد كيف قلت لك المعاينة قبل رمضان، هذا لابد تحديد الرجاج نوعيته، اللي ما يقدر رجاج الصوم من البنات روحه فيه مرض يقعد يمنعه من الصوم، لأن وجود الطبيب هو تحديد. بس وقع معهم حمل مثلا، فما نساء يتعرضوا لعمليات خارج الحمل، هذه العمليات الطالب فترة نقاهة، فترة نقاهة هي تعويض لبعض المواد، وبالتالي هون لها هي تعود تجري عليهم ما يجري في العمليات الجراحية في التخصصات الأخرى. وفهم النساء من اللي عندهم تغذية لأمراض سرطانية وغيرها وشعة ودوية تستعمل تمنع الصوم، هون لابد من حد من يتعود رجاش عنده أمور ما هو في الأمور الطبيعية، لابد يأخذ على الطبيب من أجل تحديد اولا هو لا يتبع للناس اللي يصوم الله ما صوم. وبالنسبه من خلال الصوم، الصوم ضروري فيها، لان السوائل لابد من تعويضها، في سوائل بين الفطور للسحور لابد من السحور ضروري 100%، وتنويع هذه المواد ايضا ضروري، عس حد من المواد الدسمه كثيره والمواد السكريات الكثيره، ما اللي يقير يحاول يعوض في البروتينات ويعوض بالسوائل والمواد اللي تزيد الاملاح والعصائر ما امكن، لأن ملي التغذية فيها أنواع أخرى كيف التمر وكيف المواد نحن المعروفة عندنا طبيعيا أنها اللي تصبر الرجاج على الصوم، هذه كاملة كلها مواد فيها مواد معدنية مهمة للصائم، وهذا يخلي يعني يعود حد قبض احتياطه فيه، لأن في مناطق حارة وتتطلب أكثر من السوائل، وفيه مناطق أيضا قوي فيها العمل وفيها الأمور تخلي ملي الحد لابد يحتاط لك العمل، ولابد من السحور جيد، لأن من دون السحور ما يقد حد يواصل العمل إلى الثنتين ولا الثالثة ذيك المناطق، لكن في مناطق أيضا يعود فيها الصوم قاع إحساس به إلا حكم المنعدم. نعم. طيب في العنصر الموالي نتابع ما سطره ضيوف السهرة الرمضانية، ثم نعود بحول الله تعالى لنكمل هذه السهرة. المدرسة الرمضانية فرصة للتخلي عن السلوك السيء والتحلي بالخلق النبيل. سيد أحمد محمد، السهرة الرمضانية مدرسة متجددة فريدة تجمع بين صحة الأبدان والأديان، وتجدد طرح المواضيع الهامة والنافعة لتعم الفائدة. أشكر التلفزة الموريتانية على مواصلة البرنامج وإفادة الجمهور، وأرجو للقائمين عليها التوفيق والسداد. الدكتور سامي دادة. إذن مرحبا بكم من جديد. شيخنا الفاضل، في أقل من دقيقة أو دقيقتين تحدثنا عن الاستخلاف وعمارة الأرض، رأينا طبعا تابعنا معكم شيخنا الفاضل تفكيك لكل متعلقات هذا الموضوع، لكن عندما نريد أن نخرج بخلاصة عن هذه العمارة وبما تتحقق كيف ذلك؟ باختصار شديد، العمارة تتحقق بالعلم لا بالجهل،
وخارج مثل قد سمعته ما كنت أظن أنه وقع وهو وقع. الدنيا قالت على الآخرة. أنا هالإنسان عنده 24 ساعة كم أعطى منها للقراية؟ قال كم أعطى منها؟ تجد رجل عنده 70 سنة ما يعرى 40 حديث، حتى السنة ما يعرى فيها حديث واحد، سبح 28 سورة. كثير من رجالنا ونسائنا، احنا المسلمين ما نعلم لسان واحد، نحن العالم الإسلامي ما يعرف سبح اسم ربك الأعلى. صح هذا يقول فرائض الى آخره، معناها فهم شيء تفكر. احنا اعطينا هنا اعطوا 20 ساعة من كل مسلم لا للدنيا والعبه والراحة والطير، يا الأربع ساعات يا أخي أعطيهم راسك في زمن أطول وأخطر، فيه النار وفيه الأقبار وفيه ناس المشاكل. هاي 4 ساعات لا يعود فيهم الفرائض، يعود فيهم شروطها اللي هو لغة وصلة، ويعود فيهم قرائتي، ويعود فيهم تدريس. ولا كافين 4 ساعات من كل أحد للتعلم والعمل بالدين، وخارج 20 ساعة أعطيها للجهل والنجاح. أعطيها ذاك الأمور الأخرى اللي الدنيا ومشاكلها. 20 ساعة يا أخي 20 ساعة. طيب كما ذكرتم العلم، العلم الشرعي هو في الصدارة في المقدمة، العلم كامل. لكن أن يكون الإنسان ضليع يا دكتور، العلم شرعي، علم شرعي. واحد آخر يعلمنا القانون، علم شرعي من القانون قاطع في الناس، هو كله قانون لا يخالف الشرع شرعه. وهذا كثير من الناس يضل يسألوا كيف نعلمهم ما هم صايبين. إذا المشكلة أنتم هم اللي عندكم خطأ، أنتم في التلفزة لا اليوم في رمضان تقفلوا على هذا وتخلوا الناس. حاولوا البث تبارك الله للزخم الكبير تقفلوا في رمضان، توزعوا على السنة الأخرى اللي يسمعوا الناس كلها لتشهر، عدلوها رمضان معناها برامج رمضان وعلوها لتشهر وعلوها لين ما تجي الناس إلى رمضان الأخر يكون استفادت من رمضان الماضي. أن رمضان قاعد ناس وما تقدر تتابع فيش صيام وقيام التراويح والعمل، يعني أعطوها فرصة وتقول معروفة عند الناس كانت تعرفها أن وسائلنا الوطنية اللي بحثت من الطب المهم ومن العلم المهم يسوف في موضوع في رمضان أنها توزعه على السنة الأخرى كلها للتشهر، قابل الناس معطيها ياسر من الوقت للدنيا. قال بعد ترى منه تلفزة والله الإذاعة والله وسائلنا الأخرى يسوق ما هم هذول للدولة، الدولة العار عليها كاربها اللي هي المسؤولة عن المجتمع بين يدي الله، فإن الله سائلهم عما استرعاهم حديث أخرين أمور زادهم المسؤولين قدام الخلافة. طيب الشيخ الفاضل، نتابع فقرة من برامجنا اليوم غدين ثم نعود بحول الله تعالى. إذن مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في طبعا نهاية هذه السهرة الرمضانية. أقدم السجل لفضيلة العلامة لتدوين ملاحظاته حول هذه السهرة، وكذلك البروفيسور عبدي أحمد بناهي كذلك. إذن في نهاية هذه السهرة أشكر ضيوفنا الأكارم الفضيلة العلامة محمد فاضل المحمد الأمين عضو هيئة العلماء الموريتانيين، شكرا لكم شيخنا العلامة. كما نشكر كذلك البروفيسور عبدي أحمد بناهي رئيس الجمعية الموريتانية لأطباء النساء والتوليد، شكرا لكم. كما أشكركم أعزائي الصائمين على حسن متابعة هذه السهرة. هذه تحياتي وتحيات المخرجة بعيشة من تطهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.